وصباح الخير العائله، صباح الرباح، صباح التيسير. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ اموركم كلشي بخير؟ دابا راه صابحه جامعه ديال الدراري الصغار. قالت لي ماما 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 جاوا يدقوا عليا اليوم، ما كاينش القرايه، ما قراوش، حيت البارح كان داروا تحذير اننا نخرجوا من الدار على قبل. كان البارح حصل واحد العاصفه وكان الشتا ما شاء الله، واليوم مازال صباحه كتصب شويه. داروا الدراسه عن بعد، كما كتعرفوا ملي كتكون الشتا والاجواء بحال هكا كيخليوش الدراري يمشيو للمدرسه. المهم ماما جاوا عند الصباح كيدقوا، مازال ما فطرتش. قلت لها قاسيه تفطري؟ قالت لا اولاد، ماما عافاك الاولاد. المهم طلقت في سوره البقره ويلا فقت انا، يلا باغا نشرب واحد كاس القهوه. قلت لها ندير مقدمه مع العائله، عاد نشرب كاس القهوه، باغي نشرب غير كاس القهوه نتابع. ماما 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 لعبي معاه، باقا بالشعكه، باقا ما مشات ثلاثه شعرات. يلا كيفاقت ذهب، شوفي انا كندخلهم باش تلعبي معاهم، ما تبقايش بوحدك هنايا، كتبقى فيا. المهم بغيت نشرب غير كاس القهوه، ما غنفطر، ما والو ما قداش نفطر. شوفي شعري جمعته هنايا، ما قداش نفطر، قلت نشرب كاس القهوه وندخل الكوزينه. حالفه على الكوزينه انايا، عرفتوا شنو هاد الايام؟ ابركوا نلوح في الحوايج، حوايج للدار كما كتعرفوا بلاتي نوريكم. بديت نخوي عليا الحوايج ديال الدار باش نخلي داكشي خفيف. اختي حنايا كتعرفوا في الغربه ما كاينلاش جوج جوج من الحاجه. انا كما كتعرفوا الصالون عندي كان عندي في الاول بيج، كان هذاك الطلانك بيج، وكنت الزربيه عندي بيج ياك. دابا ملي بدلت الطلميطه جات هذوك كري وشريت الزربيه في كري. اش درت الزربيه انا اللي كانت عندي هنايا، كنت مدخلها للبيت، كانت شاده لي واحد القنت، كل مره نشوفها كل مره نحولها في الاتجاه، عطيتها للعساس حيدتها. نقول زعما كنبدا نلمط بها تلميطه اخرى، ما كاين لا تلميطه اخرى لا والو، صافي حيدت الزربيه، بقات عندي غير الزربيه. ديك الزربيه الاخرى صافي هي عطيتها للعساس. وبالنسبه للطلامط راه باقي عندي الطلامط الباج غير هما هنايا هنايا، علاش غنبقى نحيد الطلميطه وندير طلميطه اخرى، نحيد الطلميطه وندير طلميطه اخرى؟ صافي نحيد الطلميطه نصبنها واللوحه. كتعرفوا هنايا الشمس ديال الخليج ما شاء الله قاصحه، راه جوج سوايع ثلاث سوايع نشفوا وردهم بحال ردهم، صافي ما كاين لا غير هذه لا غير هذه. المهم حيدت عليا الزربيه الباج، عطيتها للعساس، خويتها، بقاو غير الطلامط تما البيج، ما عرفتش واش نخليهم ولا غنحيدهم. المهم انا ما خلى واحد ما طازنش عليا. المهم صافي التلميطه هي هذه، من نهار يتوسخوا غنحيدهم نشرهم ونرجعهم. المهم كما قلت لكم بديت نخوي شويه شويه. دابا ندخل الكوزينه، عندي واحد البلاطوات تما، عندي يمكن شي بعض البلاطوات، غنخلي حاجه حاجه حاجه، الحاجه اللي منها جوج نعطيها للعساس نحيدها. العساس اللي بغاها راه كياخذها، اللي مبغاهاش كيحطها تما لتحت، اللي داز ياخذها ولا كتلاح في الزبل. كما كتعرفوا هنا الاتات نهار اللي كتستعمليه ما كيبقاش ساوي في الامارات، ماشي بحال المغرب كتعاودي في البيع وداك الشيء، هنايا كيبقى ساوي. فهمتي؟ الحاجه تشريها بالثمن ملي تجي تبغي تبيعيها ما يعطوك فيها حتى نص قيمتها، صافي كتمشي. المهم كما قلت لكم غنبدا نسوس عليا ونخوي عليا الكوزينه، ومنها نخمل نيت الكوزينه. الكوزينه البارح انا دخلت ليها هي ما فيها والو، الثلاجه عندي نقيه كلشي نقي، ولكن بغيت نبدا نقص بالماء. حنايا كاس ديال القهوه يلا درتو، هو اللي غنشربو باش نحيد غير داك الدوخه ديال الصباح، باش نعرف راسي. وجبت جافيل، عيطت للحانوت قلت لي جيب لي جافيل، ما بقاش عندي جافيل. قرعه عامره مع خوات لي هذيك، جاب لي اختي هذه، الا ما كانش هذه ما عندي ما نخمل. المهم واخا اختي كطيب اليدين، عرفتي كتخليهم حارشين، هذه راه خاصني وراها كريم، كريم اليدين حيت كتنشف اليدين، جابيل كينشف اليدين، ولكن ماشي مشكل. المهم دابا اهم حاجه الكوزينه تكون نقيه ويكون المواعنات فيها خفاف، وما كاينلاش كثره الروب يجي خلى واحد. حنا اللي في الوافدين اللي في الغربه راه تخليو حاجه 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 وصافي بركه، يعني ما كيجي عندكم عائله، ما كيجي عندكم حباب. انا اختي فين وفين اللي جات عندي كتعرفوا، يعني ما كيجي عند تقريبا ما كيجيش عندي حتى واحد. ذهب كنخرج دابا باش نلعب، كتبغي تضرب، يلا لعبي. المهم دابا نشرب كاس القهوه، نشرب كاس القهوه بعدا كاين في الصالون. الصالون عندي نقيه اختي، البارح نقيتو شطبت، ما عرفتش علاش كيفاش زوينه اختي، ما كنبانش زوينه في هذا الاتجاه، نقلب الاتجاه اللي كنبان فيه زوينه. كنخلي الباب محلول على قبل باش نبقى حاضي ذهب، ما نخليش مع الدراري الصغار بوحدهم. المهم انا موصيهم كنقول ممنوع تهبطوا برا باش ما يهبطوش برا، كما تعرفي برا ما كنبغيش تهبط برا. المهم كيبقاو يلعبوها هنايا قدام الباب، وانا طالقه سوره البقره. قلت لكم الصالون البارح طالق، ايوا عرفتوا شنو؟ دابا انا كنجلس حدا هاد الباركو، ودابا الاجواء ديال الشتا ومع هاد القهوه جاني واحد الاحساس زوين بحق الله. شكون كيعجبو هاد الاحساس؟ دابا ممكن تشوفوا مثلا الشيخ وحداكم نتوما يلاه شارب كاس القهوه، يا رب. دخلت لي واحد النسمه ديال الهواء من هنا، شوف
فين كيطلعوا؟ شوف كنقول لهم بعدونا يلا خرج من الصالون، جريت عليهم باش ما يبانوش في الكاميرا. المهم اش كنت قلت لكم؟ قلت لكم البارح نقيت الصالون، شوفوا درت فيه القلع بلا تنقلب لكم، قربته ونقيته اختي. داك الشيء شوف كيس القهوه فين حطيته، مش عارفه اختكم راه ضايعه واخا خليه هنايا صدق طايح لي على الطلامط باقي جديد. المهم البارح انا نقاديت الدنيا هنايا، خملت اختي شوفه ولمت هادي، درت لها قليع. علاش درت لها القلع؟ طابله زوينه هي، ولكن درت لها القلع حيت على حساب مني كنبغيو ناكلو بعض المرات. انت درت لها القلع بعض المرات كتخشى لي الماكله هنايا في الدجاج، داكشي علاش قلت لها غنبقى كل مره نحيد الدجاجه ونقاد ونمسح. اللهم ندير لها القلع ابيض، شوف القلع شحال زوين، هو ميكا بلاستيك من الفوق وتوب من الداخل، ناكلو ونمسحها من الفوق، ناكلو ونمسحها. علاش غنبقى كل مره نحيد الدجاجه؟ صافي راه بغيت ذهب، بغيت نشري جوج قلوع عاوتاني نزيد شي جوج اخرين بحال هادو عجبوني نخزنهم باش لا تكرفس هذا ولا جا عندك عاوتاني شي واحد تلوحي واحد نقي، فهمتوا؟ المهم البارح قلت لكم خملت هنا وقاديت وصيقت وشعرت بالراحه يا اختي. بغيت كاس القهوه على خاطري ما نفكرش قاعد في الكوزينه، ندخل نغسل الماعن، ندير الماعن الحلفه وجافيل وداكشي، واللي صافي عدي زيد حيد سوس شنبقى انا مربي الكبد على الماعن. الماعن عرفتوا بغيتو تشريوهم ملي تكون عندكم الدار مثلا ملك، ملي تكون عندكم الدار ملك ديك الساعه شريو الماعن اللي بغيتو تفنوا في الماعن. اما من الواحد بالنسبه لواحد اللي كيبغي يتفنن في الماعن وعزيز عليه الماعن بحالي، انا عزيز عليا الماعن وعزيز عليا الديكورات، ولكن دابا حيد سوس لوح حيت بالنسبه للانسان اللي كاري وافد وفي بلاد غربه خليها حاجه 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 من الحاجه، برايمه كسكس طاجين بلاطو براد حاجه حاجه عزيز عليا الماعن. ولكن بالنسبه للدار خاصها تكون عندك ملك تفني ديك الساعه في الماعن، راه ما تجيبي الماعن. ولكن الدار كتكوني كاريه كل ساعه هازه قشك غادي البلاصه كاين غير هرس دقدق لما حايد. انا دابا خويا عليا ملي لقيتو انا بعدك مازال غندخل للماريو، مازال الماريو تاهو غندخل ليه، انا حالف على الدار كامله مازال ندخل للماريو ونقي تاهو نحيد الحوايج. المهم هذا مكان نتوما راه كتشدكم بعض المرات الحاله بحالي، انا شدتني الحاله صافي جعفت على الدار. خلي داك الشيء خفيف ظريف، انا الحمامات عادي ما فيهم والو، ملي كندخل نسيق وما كيعذبونيش، الكوزينه اللي فيها شويه ديال القش. هانتو حاط تقريبا عليا دوك الماعن اللي كنخدم بهم يوميا مثلا الكويسات وداك الشيء، انا شريت تقريبا كلشي في البيض، هذاك الشيء كله غنحيدو غنغسلو بالتيد وجافيل ونمسح تما وعاود نرد ونعاود نشوف اللي غنحيد واللي غنخلي، وتما الفوق كما كتشوفوا البرايمه والجبيبنات وداك الشيء. المهم كلشي هادشي غنظمو ونعاود نغسلو. هانتو هادي ديال العطريه، هادي البلاصه هادي العطريه كما كتشوفوا حتى هي نخوي اللي غنخوي ونحيد العطريه ونعاود نغسل ديال العطريه ونقادو ونرجعو. تما الفوق راه دايره الطحين والروز وطحين الفينو. المهم في الماعن جبت الكرسي هنا باش نطلع عليه نديرو بعدا الطابليه، واش كتشوفوني ولا لا؟ من بعد انا الكاميرا ملي كنبعد الكاميرا شويه كتبان الجوده ناقصه، ولكن خاصني ضروري نبعدها باش تبان كل اللي فهمتو. يلا ها غسيل القهوه هي الطبسين، قولي عندي هنايا فندق. المهم هما المعينات خويتهم كما كتشوف خواتي ديك البلاصه. دابا اول حاجه غنمسحها بشويه ديال الجافيل وداك الشيء نخليها تكرم على ما شفت هاد المعين اش غندير، اللي غنخليه نخليه ولا نحيدو نحيدو واللي غنغسلو نغسلو. المهم دابا من بعد ما مسحت هذاك البلاكار ونشفته دابا صافي المعينات راه بالزربه، غير التيدو كما قلت لكم الصابون كنقول تي ها هو درت فيه جافيل بالزربه داكشي خفيف ظريف كتعرفوا ما فيهم لا وسخ لا والو، المعينات نقايه ولكن انا بغيت نعاودهم وصافي. هانت خفيفه بحال هكا وهذا وهذا وصلتي شويه بلي تعاودي يا صاحبتي نجيبو ولاد الدراري الصغار تلعب معاهم تفضحنا، الدراري كبار منا اصلا الدريات كبار منا اللي كيلعبو معاها.
عزيزه عليهم. ذهب 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 بدات فيهم. انا الجن اللي ضربني عليه واحد جاي فيه اختي. هويشي بحال هكا هويشي. قول لي مسطي مسطي اختي مسطي اللي بغيت تسطي تسطي زوينه ديال التسطي. الا جات على الشقه وعيتي وجاتي تسطي زوينه ما تسطاش لي شي حاجه اخرى. هاك اللي هزه جلابيته والدور تسطى على الخارجات والدخلات وكاين دوك هما اللي عندهم الزهر من الناس اللي جالسين تبتف بيهم باك يحكوا هذوك ما بقاو باغيين من الرجال. المراه اللي كدير المشاكل هي اللي عزيزه هي اللي كتبقى عزيزه. من اللي دير لها مشاكل لا والو ديك كاع ما عزيزه. انا نقول لكم من هنا ايوا ها مقبلت كنكمل كلشي المويعنات. انا كنشقى وكندردش معاكم. المهم انا مسحت هاد المويعنات بديت نمسح ونرجع مسح بالطبيسيل بالطبيسيل ونرجع مسح بالكاس الكاس ونرجع حتى نرجع المويعنات كاملا نمسح فيهم. عرفتي انا ملي ندخل نبغي نشقى ندير شي حاجه كنقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قولوا هذه زوينه عرفتوا كتحسوا براسكم داكشي كطيروا بيه كطيروا بيه ما كتحسوش بالعيا. اي واحد ملي كيشوف شي حاجه بحال غلباتو بحال بغى يدخل شي كوزينه ولا روينه ولا يمشي ولا غادي خدام ولا شي حاجه بحال حاسه يتغلب. قولوا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عرفتوا داكشي الله كيعاون والله العظيم. هذه بالتجربه هانتوا ندير الطبسيل فوق الطبسيل باش نخلي المساحة. انت وان تو بي في هذاك الشيء ولا نوفو نوفو ما كاينش دابا. قصد عليا هاد البلاكار وي 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 مرايه 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 نشوف فيها وجهي. شوفي شوفي البلاكار كي ولا شوف شوف شوفوا البلاكار مرايا. اي 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 نخلي لكم تحت البلاكار عندي ها هانتو دا تحت البلاكار عندي ها هانتو لا ما كاينش وسخ ولكن غنجبد التسليات هي نغسلها. المهم كلشي غنقادو لتحت والفوق وكلشي ما كاينش شي حاجه هانتو ما كاينش وسخ. ها شوف 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 ما كاينش واخا هنا كان الما كيسيل ليا راه صلحتو وديما هنا المسيحه ديما المسيحه ديما المسيحه هانتو هانتو باش الدنيا ما تخزش ليا. دابا هادشي غنجبدو ونمسح واحد المسيحه ونغسل هادو ونغسل الشبيكات والشبيكه هادي الشبيكه ديال البرودويات ديالي هانتو راه ما ماشي موسخه غير داك الماء اللي كيطيح فيها. نحيد هادشي ونغسل الشبيكه ونرجع نصبن هادو هانتو هاد الميه اللي طايحه هاد راه غنشلوها دابا. شوف هاد الشليله التشليله رجع نقيها ها ما نحتاج كاع ندير لها الشتا. شوف التشليله رجعت كيفاش باش تعرفوا راه ما كاينش الوسخ ولكن انا نايضه بغا نتبرد وصافي. نزلت السله اللي عندي فوق السليلات كنجمع فيهم مثلا شاط عليا شويه اللوبيا شاط عليا شويه العدس شاط عليا شويه التحميره كندير لهم هنا مويكات ونحزمهم وكنلوحهم هنايا. المهم هنا دابا نخملهم نحيدهم هانتو شفت كتشاط ليا هي اللويبيا ولا داكشي. جبت الملح باقه جديده وعندي الملح زايده كنخشيهم كي زوينين وكيعطيو منظر زوين الفوق يعني ما عنديش شي منظر خايب كما هاد الفوق. هاد البلاكار راه غسلتو من الفوق من هنا هذا مازال عرفتو داك الضباب ديالهاش الضباب ديال القليان كتعرفوا من الكوزينه ملي كتقلي في الليفلا تقلي الدنجال تقلي داكشي ضروري ما الضباب دير تما. شوفوا هذاك دابا هذا غندوز ليه. المهم كنوريكم انا الفوق شوف الفوق خويت عليا كلشي الفوق ما عنديش الروبيج كما كتشوفوا هنايا كنخوي في داكشي ديال العطريه باش نغسل القراعي ديالو داكشي. هانتو العطريه كلها نزلتها اللي كنحيدها نحيدها واللي كنمسح كنمسح هانتو بلاصه العطريه. شوف راه كندوز عليها بواحد الخريقه ما درتش ليها التيد درت ليها غير جهه فيل. هادو هانتو نحط فيهم العطريه وهادو نحطهم يتغسلوا
الواحد ندير فيه حاجه باش يطيب بزاف. واحد ندير فيه كامون حتى شي خاطر يبقى عندي داكشي شويه شويه شويه. ها هو الكامون، هذا هو كامون. تعشقي طيبي في الكوزينه دابا، تعشقي تعودي تقولي واش باغا ندير، واش باغا نطيب، ملي الكوزينه تكون بحال هكا نوفا تعشقي تدخلي طيبي فيها. كاين ولا ما كاينش؟ هادو كنشيو في القراعي بحال هكا مسكين شويه. هذه الحاره هي غندير لها بلايصه، هي عندها بلايصه هاي مغسوله ناضيه. هذا هذا الشوفان كنديروه مع الحليب، هذه اصلا شيته بيه اللوحه الحيده. ثم خملته من الداخل من برا، من الداخل من برا مسيحه من برا عاوتاني. المهم البنات انا راه خدامه، غير ما كنبقايش نصور لكم كلشي، بغيت باش نزرب لك تعرف التصوير والشخاره كيعطل. المهم انا راه حيت داكشي بصحتو حتى هو هانت. المهم البلاكارز كلهم من فوق ممسوحين مجموعين. دابا راه نزلت لتحت، هانت راه نزلت راه خويت البنات، بديت كنخوي لتحت من الموعد وغنرجع فيل. هانت غنبدا نخرج فيه دوك الشيء اللي خاصني نخرج، كنت مع ديك قصاري وحاطه تما الزيت وكشي نخرجهم صافي نمسح ونرد. هادشي كله مسحتو وغسلتو كما كتعرفو شاغله من يوم، ما غيخسر ما يتنفخ ما والو. هنايا مقاد الدنيا كلشي مقاده، ها انتو هاد البلاصه فين كان الميكرويف كلشي ممسوح. دابا غنرد لهداك بلاصتو، هذا اللي كنسخن فيه هو مسحتو. وذهب وذهب اللي كسرتني هي والدراري ذهب، هنا داك لي كل تيدو جافين. المهم كنديرها مسيحة دابا فيها قدامكم وصافي، راني مسحت ها انتو وليت دير ها 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 الكوزينه. شوف الفران راه نوفو نوفو، رجع عذبني غير الفران اللي عذبني. هانت ذهب ما تجيش هذه كتبكي، يا لعبي معاهم صافي ما تلعبيش. ذهب لعبي مع الدراري وكتبغي تاخذ ليهم الالعاب. خليني نهضر مع خوالاتي. شوف شوف الفران، شوف الفران رجع نوفو يا اختي. شوفو 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 سيري فين بدك تفوتي، خليني بدي فوت. كاين الماء هنا يلا باقا ما قديتهاش هنايا. اش كتقلبي؟ شوف ها وين تبعها؟ شنو تبعها؟ وين هاي تبعها؟ اش كتقلبي بنتي تما؟ وين هاي تبعها عمرك؟ ما كاين والو هنايا، انا يلا قاديت يلا نظفت بقى والو، رتبت هنايا كلشي انت كلشي نقي. هذا هو الميكرويف، شوف ها انت راه حكيته من الداخل، درت لي حكه من ها انت الطبسي اللي كيكون الداخل مغسول ناشف. هذا تا هو ديال البانيني، ها انت ديال البانيني تا هو. الراحة النفسية دابا غنمسح واحد شوية الشريجة من هنايا ومن برا واحد شوية كما كتعرفوا. هذاك اللي برا شوفوا هنا راه الدجاج ممسوح، اللي برا كانت الشتا والعاصفة راه الضباب ديال برا. هذاك دابا غنخرج غير ايدي من برا كما كتشوفوا، غنخرج ايدي من برا وغنضرب عليه واحد المسيحة من الداخل راه نقي باش ما نبقاش نشوف هذاك الضباب. شتي باش زوين الرق، شتي باش زوين الرق. يا عصبوني دابا واحد الحكيكه للارض صافي، وعاد نخرج نصيح الدنيا برا. عندي الصالون مقاد وعندي بيت نعاس مقاد، نخرج نصيح للارض. عندي الحمامات محكوكين حكاهم الله يجعل البركه. عرفتي شنو دابا غنقول لكم؟ دابا اختكم طاقتها سالات اليوم ما قديتش، اختكم طاقتها سالات اليوم ما قديتش. نشوف اش كيتصور بعدا، كاين نكون داير هادشي غير خوا. المهم كيصور كنت طاقة سالات اليوم، عرفت شنو باغي ليا وبقى ضارني في راسي، ولكن الجهد تقاضى. بقات لي الكوزينة، بقى
بقات لي الثلاجه، الثلاجه بغات كلها غنعطيها نهار ديالها، ماشي نهار انا نص ساعه نصوتي فيها، ولكن مع التصوير كياخذ ديال الوقت، خصني نحط نصور هذا حتى واحد الساعه ولا ساعه ونص، المهم ماشي اليوم في الغدا عيد بركه بركه عليا هادشي اللي طولت فيه. نتوما دابا غادي يجيكم في التصوير ساهل بال، ولكن هادشي اللي بقيت فيه باقا باقا بلا عتا بلا هذا سخفت الجلد ما بقاش، مبغيتش نفورسي غير راسي وندير الثلاجه ما بغيتش، بس خليني بركه عليا غير هادشي اللي درت اليوم راه بركه. يلا كي ساليت صافي عييت، شوفوا جابت لي ولات كتلمع بالعاق، شعل الفران قلت لكم شعل الحمام ما قداش نطيب والو. المهم كما كتشوفوا هنا طلبت غير ساندويتش وذهب غنسلق ليها غير شويه الروز، كتبغي الروز مسلوق كتبغي تاكلوه مع داك الزبادي، الروز والزبادي راه زوين ومفيد ليها. صافي هادشي ما كان اليوم ذهب راه عييت باللعب كما كتعرفوا الدراري الصغار داكشي اللعب. صافي راه نعسات انا يلا صافي غندخل ندوش، صافي باغا نسالي معكم الفيديو الحبايب، نتمنى الفيديو يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، تسنوا لنا فيديو قادم باذن الله ومع السلامه حبايبي.